طيب سيد المأذون النهارده وهو بيدفع رسوم التوثيق بيدفع رسم صندوق اللي هو ده. معلش النقطة دي مهمة، الصندوق ده موجود أساسا. أساسا. آه. وهذا الصندوق يشرف عليه بنك ناصر الاجتماعي. اه. ويشرف عليه بنك ناصر وبيديره. نعم. هو ليه شخصية مستقلة لأنه بيتلقى تمويل من يعني له مصدر تمويلات من تمويله التأمينات والمعاشات، تأمينات ومعاشات القوات المسلحة بتشارك فيه. نعم. الاشتراكات اللي بتتقدم من الزوج والزوجة. نعم. اللي هي كام بقى حاليا؟ 50 جنيه. 100. 50 جنيه في الطلاق. 50 جنيه في الزواج كان على النص القانوني. كان على النص القانوني 50 جنيه في الزواج. ايوه يا فندم النص القانوني 50 جنيه زواج 50 جنيه اثناء الطلاق وهو بيوثق قسم طلاق وفي شهاده الميلاد بيدفع 50 50 50 لما يجي يزوده النهارده يستحيل يعدي ال 500 مثلا. يعني رقم ده قانون، لان انا ما اقدرش اضرب من 50 لارقام فلكيه. نعم. فواضح جدا المساله يعني ليها غرض اخر، غير غرض ممكن يكون تشويه، ممكن يكون مكسب اقتصادي، انما اللي هو اللي بتاع الالافات ده. القانون اللي موجود دلوقتي بيعمل ايه؟ معلش انا اسف. القانون دلوقتي انا بوثق قسمه الجواز بدفع مبلغ. ايوه. 50 جنيه. نعم. كويس؟ وانا بوثقه. نعم. المبلغ ده يخش الصندوق. معلش نقطة. الصندوق بقى عندنا إيه؟ قانون وبندفع فلوس. ايوه. يعني اللي بيتعمل الجديد ده مش من بره، مش اختراع موجود. يعني موجود. لا يا فندم موجود. موجود. هو هيطوره، هو هيطور ده ويجمعه في قانون واحد. هيطور ده وقانون الاسره زي ما قلت لك، ان شاء الله الاسره هيتجمع في قانون واحد. نعم. قانون بقى الاحوال الشخصيه اللي كان موجود قبلهم سنه 85 هيتجمع معاه. القانون. نعم. اللي قبلهم بتاع التوثيق، كل القوانين هتعمل حاجه واحده بس، قانون حاجة واحد بس. وتلغي كل ده. ده والمفترض حاليا ان كل ده يتجمع، ينظر قاضي واحد كل هذه النزاعات. ده برضه موجود دلوقتي، ان ما ينفعش انا قدام محكمه اسره معينه خلاص هبقى قدامها على طول. الجديد ايه؟ انه هينظر كل النزعات او واحد بس. هينظر بقى كل النزعات، ينظر يعني النفقه، لو في كذا ينظر قضيه، ينظر الحضانه، ينظر الاستضافه او المصاحبه. ينظر كل دول قدام محكمه واحده، يضموا ملف واحد قدام قضي واحد. بالظبط. ليه بقى؟ لانه بيقول لك انا هعدل الوثيقه اصلا. وهتتضمن، وهو بيطلق هيحط اصلا عقد هيعمل ايه في كله. ده مفيد للأسرة أو مفيد لأصحاب الدعاوى القضائية، بحيث أنه بدل ما يرفع ست سبع دعاوى مرة واحدة. والقاضي واحد بس هيشوف بقى، وأنا بطلق أنا اتفقت على إيه. وأنا بطلق مش هيطلق ويمشي. هيطلق ويحط بقى شروط، الحضانة شكلها إزاي، بس طبعا وفق القانون. يعني مثلا أنا عندي مقترح أن الأب هو التاني. عندي مقترح أن الأب في المرتبة الرابعة بعد أم الأم وأم الأب. أنهي الأفضل من وجهة نظر حضرتك؟ وجهة نظر في المرتبة الرابعة. الرابعة. ده وجهة نظري أنا. ليه؟ ليه؟ لأن الطفل في بداياته الأولى محتاج إلى رعاية من سيدة، امرأة، أم، محتاج أم. لو الأم غير أمينة أو اتزوجت، حالتين هم غير أمينة أو تزوجت، بتنتقل لإيه؟ للمرحلة الثانية. لازم هنا رعاية. لو عنده أربع سنين هيروح فين؟ مش هيروح للأب. لازم يروح لأم الأم. بشرط إن الأم الأم ما تسيبش الطفل للأم. وهنا القانون هيتدخل إزاي؟ طول الوقت انا عندي الخبير الاجتماعي اللي متشكل في المحكمه بينتقل وبيروح يشوف الابن راح فين وقعد مع ام الام ولا لا، سنها مناسب ولا لا للاستقبال. نعم. يعني سنها قد يكون 70 سنه غير كده مش لا يجوز. لو السن تعدى مريضه يبقى كده لا يجوز تنتقل للام الاب ثم للاب. وده مقترح من ضمن المقترحات. نعم. واعتقد ان ده يعني قريب. طيب. شويه للتطبيق. حضرتك شايف انه الاب اتنين، حضرتك بتتكلم على اربعه لاسباب اللي حضرتك عدتها. هروح للاستاذه ماهر وبعدين اروح للشيخ اسلام قبل ما ارجع للدكتور اشرف.